سلمى، ضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا كانت الضمان لحماية من انتشار فيروس كورونا الذي أدخل الدول بما فيها العظمى ضمن المشهد الكارثي للوباء، وفي استمرار الإجراءات الاحترازية وضمن السماح للعودة للمهن والمحال التجارية بالعودة الجزئية أصبحت المسؤولية أكبر للحماية من الفيروس علينا. لنعرف اليوم أبرز التدابير يلي ممكن نتخذها للحماية والوقاية. معنا الدكتور وائل الدغلي، رئيس برنامج التثقيف الصحي في مديرية صحة دمشق. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك على شاشة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. فيكم. يعني كل يوم ويمكن كل ساعة عم بيكون في معلومات جديدة حول فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية، مسافة الأمان وغيرها من التفاصيل. خلينا نبدأ ونحكي مع حضرتك اليوم بآخر هي المعلومات اللي وصلت أو الدراسات عن طرق انتقال فيروس كورونا. الحقيقة سؤال جميل أنه افتتحتي فيها الموضوع هذا، وأنا بدي أحاول هون حط النقاط على الحروف. هلأ حاليا نحن بكل العالم كل اللي موجود هو عبارة عن نظريات فقط، مو دراسات. دراسات بتاخذ أشهر أحيانا سنوات لحتى تطلع نتائج موثقة علميا. لهلأ نحن عايشين لسه نحن بموضوع النظريات. كل دولة أو كل جهة علمية عم تحط نظرية عم تحاول تثبتها بدراسة. الدراسة مثل ما قلنا بدها فترة طويلة، لذلك هلأ نحن النظريات متعددة أحيانا متضاربة. فلذلك نحن خلينا نعتمد الشيء اللي أثبت علميا لحد الآن عن موضوع الفيروس وموضوع طريق انتقاله، هذا الأفضل. لما أنا أدخل بموضوع النظريات اللي ما أثبتت بعد، هذا بده يساوي فيه كثير إشاعات وكثير وهم عند المواطنين. بالنسبة للانتقال، يعني مثل ما بنعرف هو الانتقال دائما بوحدة من الطريق من طريقتين، يا أما بالانتقال المباشر وجها لوجه، بتعرفوا إنه الفيروس موجود على أسطح الأغشية المخاطية عند المصاب، بالفم، بالأنف، حتى بالدمع، بالعينين. فأنا إذا واقف مواجهه هو عم يحكي بجوز بشكل طبيعي، ينتقل الفيروس يطير بالهواء متر أو متر ونص وينزل على الأغشية المخاطية للمتلقي ويسبب الإصابة. يا أما تكون الإصابة بالأيدي الملوثة، هذه الطريقة الثانية، ويمكن هي الطريقة اللي هلأ أكثر عم تساوي انتشار لأنه الناس يعني صارت تبعد عن بعضها أكثر. بس موضوع النظافة لساته لهلأ يعني مو كثير عم نعطيه حقه. الطريقة الثانية أنه أنا مسكت بأي شيء ملوث بالصدفة على إيدي صار الفيروس، حطيت إيدي على عيني على أنفي على كذا، ممكن هذا يصير الانتقال الثاني. نحن حاربنا الطريقة الأولى بموضوع التباعد الاجتماعي. نحن دائما بسينا يعني المعلومات والنصائح المناسبة أنه يصير في تباعد اجتماعي، يصير في عدم اقتراب بين المتكلمين الاثنين. حتى مثلا موضوع إيقاف المدارس وإيقاف الجامعات كلياتها تدخل ضمن هالنظرية هي. النظرية الطريقة الثانية حاربناها بموضوع النظافة. النظافة إنه تعقيم الأسطح، غسيل الأيدي، هي الطريقتين هدول طريقتين الانتقال، وهدول الطريقتين اللي عم نعالج فيهم موضوع الانتقال. والحمد لله يعني نحن بسوريا حققنا نتائج جيدة، يعني ما زالت الحالات محدودة بس الخطر لساته قائم. مثل ما قلت دكتور الخطر لساته قائم، فبما أنه نحن عم نحكي عن الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، خلينا نحكي اليوم ممكن تحصل تجمعات بسبب فتح بعد المحال جزئي، يعني هي التجمعات ممكن تؤدي لانتقال الفيروس. خلينا نحكي جميع المواطنين اللي عم يتابعونا اليوم، شو الإجراءات اللي أنا ممكن أخذها لحماية نفسي إذا أنا مضطرة أطلع أشتري أغراض البيت أو أشتري أو أشتغل أو أعمل أي شيء مضطرة عليه اليوم؟ هلا أنا بحب أذكر هون كمان إنه وزارة الصحة والفريق الحكومي عمد لتخفيف الإجراءات لتسهيل الأمور المعيشية عند المواطن، مو لأنه الوباء راح أو خلاص أو تراجعت خطورته. لذلك هلا الاعتماد هو على وعي المواطنين. نحن يعني كمان ما فينا نلزمهم بالبيوت وهن عندهم أشغال وأعمال لازم يقوموا، هي أشغال ضرورية مو شيء ثانوي. هلا نحن أول شيء بالنسبة للناس اللي بدها تروح على الأسواق أو كذا، أنا بقول لهم دائما إنه الموضوع يكون محصور بالضروريات. يعني أنا إذا في شيء ممكن أجله، أنا ممكن أنزل على السوق بس للشغلة الضرورية. ثاني شيء تحديدا للأشخاص اللي رايحين، يعني مو ضروري انا اذا بدي اروح على السوق اخذ شغلي اخذ معي الاولاد كلياتهم، اخذ معي زوجتي، اخذ معي كذا. شخص واحد احتمال نقله للعدوى بيكون اقل بكثير اكثر ما نجيب اشخاص اكثر. وقت ادخل انا على الاسواق بحاول دائما اتجنب التجمعات.
لو في مادة مثلا بتعرفي متجمعين بدهم يشتروها العالم كذا، أنا إذا الشغلة مو ضرورية بحاول يعني أجلها، إذا ضرورية بحاول بعد عن التجمعات. نحن نهيب دائما بالموزعين والباعة إنه يعني هن ينظموا الدور، المواطنين بجوز بين بعضهم ما بيقدروا يساووا متر أو متر ونص بين كل واحد، يحافظوا على الدور بهيك شغلات. بعد ما اشتري انا الاغراض الضروريه انا بحاول انه اتصل على البيت عقمها، مثل ما حكيتوا بالتقرير، التقرير حلو وكاية انه ممكن نحن نحط ان نمسح الاسطح بالماء والكحول، ممكن انا ساوي عندي معقم من ماده الكلور التجاري بنسبه معينه وبخ فيها هالشغلات اللي جايبها انا على البيت قبل ما تدخل على البيت. طبعا الملابس لازم يضلوا بمكان او بغرفه جانبيه ما تختلط، الملابس ما بيقعد عليها الفيروس كثير ساعات معينه، ممكن اذا عندي شمس او كنت بنهار انا اعرضها للشمس بتقتل الفيروس كمان. هي الامور الضروريه الاساسيه اللي ممكن نحن ننصح فيها المواطنين. نعم، يعني دكتور الحقيقه نحن خلال هي الايام ومن بدايه انتشار هي الجائحة عالميا عم نحاول دائما نقدم معلومات، مثل ما قلت ببداية حديثك كل يوم عم بيكون في اجتهادات عالمية لمواجهة هذا الخطر اللي لسه في كتير ناس ما عم تعرف حقيقة كيف تتعامل معه. دول عالمية وأنظمة صحية عالمية عجزت أمام فيروس كورونا المستجد. اليوم نحن ما زلنا ضمن السيطرة وضمن الأرقام المحدودة، الخوف هو على أنه تنتشر بسبب حاليا عودة بعض الأشخاص وبعض المهن لعملها. خلينا نحكي عن نصائح أيضا للأشخاص اللي نزلوا على مهنهم، كيف ممكن هن يديروا أعمالهم وبشكل يحموا نفسهم ويحموا الأشخاص اللي رح يتعاملوا معهم. هلا نحن انتقلنا بطور التخفيف، طور تخفيف في موضوع الحظر، بالحقيقه زادت خطوره العدوى وزادت خطوره الانتشار، لانه نحن كنا العالم مثلا محطوطه ببيوتها وكذا ما عم تتلاقى مع بعضها، هلا وقت صار في مجال ولو جزئي انه يلتقوا صار في احتمال انتشار العدوى اكبر. هلا انا برايي المواطن او صاحب المهنه اللي بده ينزل اذا بيتزود بالكفوف دائما افضل، لانه الكفوف يعني بتمنعه انه يلامس وجهه او يلامس عينه او تمه او انفه بهالطريقه. لازم يحط كمامه او يتزود بكمامه اذا اضطرته الظروف انه يحكي مع شخص ثاني بشكل مباشر او بشكل اقرب من اللازم. هي الامور هي ضروريه، هي لازم ينتبه وقت يرجع على البيت انه ثيابه تكون مثل ما قلنا بمكان ثاني، ممكن ينرش عليها شويه معقمات، معلش ممكن تنحط بغرفه ما يقربوا عليها باقي الاطفال. الكمامه ضروريه، الكمامه ضروريه في حال نحن عم نلاقي، لانه في عندنا مشكله نحن رئيسيه، الكمامه مثل ما حكينا يعني انه منظمه الصحه العالميه عم تنصح بالكمامه فقط للمصابين او اللي يتعامل مع المصابين. نحن المشكلة هلا اللي عم تظهر انه المصاب غالبا ما عم يعطي اعراض، 80% من الحالات بيكون عنده الفيروس وعم ينشره بس ما عنده اعراض، لذلك نحن ما فينا نميزه، ما فينا نميز انه هذا مصاب ولا غير مصاب، فأنا بحاول دائما انه يكون مسافة متر ونص او مترين بين اللي عم اتحدث معه، إذا اضطرت الظروف حط الكمامة تبعي بتحميني يعني نوعا ما، نوعا ما بتحمي من موضوع الانتقال المباشر اللي حكينا عنه أول شيء. طيب ضمن البرنامج التثقيفي في مديرية الصحة كيف عم تسعوا لنشر هي المعلومات وتثقيف الناس بشكل أكبر لانتشار الوعي بحجم خطر هذا الفيروس؟ لأنه في كثير من الناس يمكن بعد عم تتعامل على الموضوع بنوع مش متأكدة من هذا الخطر أو مش مدركة خطر هذا الفيروس، لأنه في كثير من الناس مثل ما قلت مضطرة تنزل اليوم لأماكن عملها، عم تنزل تيسر أمور البيت. هلا نحن بمديرية صحة دمشق عندنا بالمراكز الصحية ما البرنامج التثقيف الصحي، عندنا بكل مركز مثقف صحي او مثقف او اثنين، هدول بيعملوا محاضرة يومية بالناس القادمين على المركز، اعطيناهم التعليمات بيكون يصير في تباعد بين الحضور، عم يعطوا معلومات هلا بشكل مكثف عن موضوع الفيروس. هذا هي وحده من عم نعمل محاضرات لكوادرنا مشان انه هن يوعوا المحيط تبعهم. مشكلتنا نحن انه الاجتماعات بشكل عام كلياتها اوقفت وانحصر موضوع مجال التثقيف الصحي هلا بالمراكز الصحيه بالمراجعين. في عندنا نحن خطه لنشر البرامج التثقيف الصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفزيونات، عبر الراديوهات، في عندنا خطه وقفت هلا مبدئيا مشان موضوع الفيروس ولكننا نحن ماشيين فيها بشكل جيد جدا. نعم،
يعني دكتور أيمن، كمان اليوم عم بلاحظ أنه في كتير معلومات أوقات ممكن تكون مغلوطة وأوقات ممكن يكون مبالغ فيها، أنه مثلا لا توقفوا بين بعض متر، هيك كان بالبداية المعلومة الأولى، صار مترين، في بعض الناس بيقولوا لك 3 أمتار و4 أمتار وأرقام مختلفة. خلينا نعرف اليوم كيف عم بتم إيصال المعلومات الصحيحة للناس، وشو المعلومة الصحيحة حقيقة، من وين عم بيكون المصدر المعلومة الحقيقي اللي عم توصلوا للأشخاص ببرامج التثقيفية الصحية. مثل ما قلنا نحن برامج التثقيف الصحي عم تمشي بهالمجال، محاضرات بقلب المراكز، في خطة للتوسع لوسائل التواصل الاجتماعي، للتلفزيونات، للراديو. المشكلة نحن اللي عم يصير دائما، حتى منظمة الصحة العالمية شخصت من فترة أنه مع كل حدث عالمي عم يصير وباء معلوماتي، سموه وباء معلوماتي، إنفوديميك يعني من إنفورميشن، عم تصير معلومات كتير كبيرة مغلوطة غالبا وإشاعات ما لها أي جنس من الصحة. الحقيقة مقاومة هالوباء هذا الكبير من المعلومات صعب، مثل مقاومة أحيانا بصير أكثر، يعني أحيانا بيكون الفيروس ممكن نحن نقاومه أو كذا، المعلومات الكبيرة هي اللي عم تعمل خلل مغلوطة يعني، وصايرة بين جهتين، يا بتبث الهلع بين المواطنين يا اما بتبث الثقه اللازمه اللي غير ضروريه. فهون المشكله، ان شاء الله يعني تكون الامور افضل. مثل ما قلنا نحن برنامج التثقيف الصحي عم يحاول يتوسع بشكل كبير كثير. نتشكرك دكتور وائل الدغلي، رئيس برنامج التثقيف الصحي في مديريه صحه دمشق، على وجودك معنا. نتمنى الكل يتخذ جميع الاجراءات الاحترازيه لضمان صحته وصحه عائله والالتزام بالمنزل قدر الاستطاعه. شكرا كثير لك. ان شاء الله. شكرا لكم.